الحقيقة أنا اتكلمت مع حضراتكم في الموضوع ده قبل كده بعد ماتش الاتحاد، وحابب أتكلم فيه مرة تانية، لأن المدير الفني لما طلع وقال إن المؤتمر الصحفي، أنا ما بعملش حوارات صحفية، والكلام اللي بيتقال على لساني إن فلان ماشي وإن فلان خارج حساباتي، ده كلام مش صحيح. الحقيقة لما طلع قال هذا الكلام كان عارف أهمية اللي بيقوله ومدى خطورة اللي بيتقال في وسائل الإعلام، عشان كده قررت إن أنا أتكلم مع حضراتكم في الموضوع ده مرة تانية. هأكد لحضراتكم للمرة المليون إن هذه المحاولات لهز استقرار الفريق عن طريق إن فكرة إن اللاعب الفلاني زعل علشان قاعد على الدكة وإن فلان عايز، أنا عايز أقول لحضراتكم إن أنا في بعض الأسماء، مش هقول مين دلوقتي لأن أنا يعني وأنا بتكلم معاهم كنت بتكلم معاهم بصفة شخصية، بعض الأسماء اللي موجودين في اللاعبين اللي موجودين دلوقتي قلت لهم أنتم يعني بيتقال ان انتوا زعلان، مفيش حاجه اسمها تبقى زعلان من الجمهور. قال لي لا يا كابتن، مين قال ان احنا زعلانين من الجمهور؟ ولا مين قال الكلام ده؟ الكلام ده مش صحيح، الكلام ده بالعكس، جمهور الاهلي على دماغنا من فوق، وجمهور الاهلي ينتقد كيفما شاء، لان جمهور الاهلي هو اللي بيحطنا على الطريق مره تانية لو اخطانا. فالكلام كل ما يقال في هذه الامور هو كلام غير صحيح. مين اللي قال لجمهور الاهلي ان في جمهور الاهلي ده؟ انا لما سالت بعض اللاعبين اللي موجودين دلوقتي وقلت لهم هل حد فيكم بيتقال ان انتوا يعني متضايقين زعلانين من نقد الجمهور؟ قال لي ازاي نقد الجمهور؟ الا جمهور الاهلي، جمهور الاهلي ينقد زي ما هو عايز ويقول اللي هو عايزه. فانا الحقيقه بستغرب جدا، لانه برضه هناك نوعية من الجمهور اللي ما بيحب برضه ما بيشجعش النادي الأهلي. خلي بال حضراتكم من الكلام، لأنه أنا بتطلع على لساني حاجات هي مش صحيحة خالص. أنا ما بتكلمش هنا على جمهور الأهلي، بالعكس أنا بقول إن جمهور الأهلي هو الجمهور أو الحاجة الوحيدة اللي بتصحح مسار اللاعبين، اللاعبين نفسهم عارفين هذا الكلام. لازم جمهور الأهلي يبقى عارف إن اللي بيردد هذا الكلام هو الهدف منه عدم استقرار الفريق. الامور في النادي الاهلي بتدار بشكل احترافي، وكل فرد في منظومه كره القدم عارف اختصاصاته بشكل جيد. فكره مشاركه لاعب من عدمه واختصاص المدير الفني فقط ما حدش تاني. كولر هو صاحب القرار، الحمد لله الامور مستقره. وعايز اقول لحضراتكم جزء اخر يخص اللاعبين. اللاعب اللي بيلعب اللي ما بيلعبش انا اسف، لو ما زعلش ما يبقاش لعيب كوره ولا يصلح الاهلي. عشان تبقوا حضراتكم بس، اي لعيب في العالم، انا بقول لحضراتكم هذا الكلام عن تجربه، عن تجربه. اللعيب اللي عايز يقعد موظف، ما عندناش لعيبه في الاهلي موظفين، ما عندناش. عشان تاخد بالمناسبه احنا كلهم عندهم دم، عندهم عايزين يلعبوا، عايزين يقولوا للجمهور ان احنا نستحق منكم التشجيع. دول لعيبه النادي الاهلي بالمناسبه. ممكن يكونوا زعلانين عشان ما بيلعبوش من المدير الفني، لاي حد فيهم ما بيلعبش ممكن يكون زعلان. لو ما زعلش انتوا كجمهور، احنا كجمهور يعني، لازم نبقى نقول ان هو يمشي من النادي الاهلي. احنا مش محتاجين لعيب ما يبقاش زعلان، بالعكس لازم يبقى زعلان ويغل كده على نفسه في التمرين، ويغل على نفسه في المباريات اللي بيلعبها، ويغل على نفسه في كل حاجه عشان يرجع يلعب مره ثانيه. فانا بقالي كام يوم الحقيقه راصد هذا الامر، انه في بعض من الناس اللي بتحاول توقع ما بين الجمهور وما بين اللاعبين. خدوا بال حضراتكم من هذه الامور. اللاعب ملوش الا جمهوره في ظهره، جمهوره ده حماه، جمهوره ده حماه. لكن في نفس الوقت من حق لازم اللعيبه تبقى عارفه هذا الكلام. وبالمناسبه انا كلمت معظم الاسماء اللي بيتقال عليهم هذه الامور دلوقتي، كلهم عارفين الكلام اللي انا بقوله ده، وانا بلغتهم بهذا الكلام، قلت لهم انه اللاعبين او اللاعب اللي يزعل من نقد جمهور الاهلي يبقى غلطان. الناس عماله تقول لي يا كابتن مين اللي زعلان؟ مين اللي قال ان احنا زعلانين اساسا من حاجه زي دي؟ جمهور الاهلي هو اللي بيرجعنا للطريق الصحيح لما نبقى حاسين ان احنا كده ولا كده. هو جمهور الاهلي اللي بيرجعنا، وده دايما اللي انا بقوله، ان الفارق كبير جدا ما بين جمهور الاهلي واي جمهور اخر. لسه المشوار طويل وكل اللاعبين هيكون لهم دور،
لان كولر مصمم على التدوير، عشان كده بيحاول يتجنب كل ازمه الاصابات والغيابات اللي مرينا بيها خلال السنوات الاخيره.